مساء الخير على كل المشاهدين، على كل اللي بيسمعونا. حلقة مميزة بنعمة المسيح، مش مجرد عادة نقولها مميزة، لكن مميزة لأن الرب هو اللي بيرتب. النهاردة قد إيه الرب مرتب لنا الحلقة بتميز إلهي خاص رغم كل معوقات، لكن سمح الرب إن يشرفني إن أكون مع أخواتي، أخويا إيميل الخادم المبارك المستخدم اللي لا يتوانى على أن يعمل عمل الرب، ولا يتوانى على أنه يكون موجود في كل مكان تتاح لي أنه يكرز بعمل المسيح ليل نهار في كل أماكن. رجل اللي قدس حياته، أفرز نفسه من ضرب الروح، أفرز نذير للرب. شرف ليا وشرف ليا أن أكون مع أخويا ملاد الممرر اللي قليل تشوف مرنم ممسوح ومستخدم. عليه حرب، طبعا عليه حرب لانه مميز ومستخدم، الاثنين عليهم حروب انا بشهد، لكن بشكر الرب لان الرب بيرفعهم وبياخدهم باشواك، بنرفعهم من كل شوك بيحاول يرميهم العدو. الحقيقه حلقه يعني انا بقول استقطعت ازاي قبل ما اخويا ميلاد يسافر استراليا والرب يقوده، لو ان من البرنامج بنقول له بنطلقه بقوة خاصة يستخدم في استراليا ان كان هيسافر في الغد خاص، وان كان اخويا ايميل بنتشكر للرب على استخدامه لي في اوروبا. حلقة مميزة في يعود فيحيينا ومن جمعية بني سويف وعكرمة. بيفاجئنا روح الله ان يستخدم اخويا ايميل بتأملات وكلمات لما تتسمع حاجة يعني مفاجأة لي أنا شخصيا، بلمت كده وفتحت بقي. إيه اللي على قلبك يا أخي إميل؟ يقول أنكجة. إيه أنكجة يا عم؟ ده احنا في حلقة بنتكلم فيها أنكجني. فحلقة مختلفة النهاردة، لكن أنا واثق أن الروح القدس اللي حس أخويا إميل عشان يتكلم بالكلام ده ليها ترتيب وقصد لينا ولإخواتي المشاهدين، وحتما وحتما الرب هيكلمنا وهيكلمك بقوة خاصة في الحلقة دي. أشكرك أخويا أمين، وأشكر أخويا ميلاد وتشرفكم وبركة كبيرة ليا البرنامج اللي انتوا اطلع على كتفكم، روح الله قدكم، يعني انت وأخويا ميلاد انتوا اللي أسستوا البرنامج ده. سيبنا هنا بقى فرصة ان احنا نشكر الرب من اجلك. لا انا ما لان عارف وانت بتتكلم انا مش بتصنع التواضع، لكن انا بتصغر قدام كلماتك بامانة وباخلاص. الرب يحفظك ويباركك، انت اناء متميز نبيل جميل. لا لا لا، ده انت اللي شجعتني. ومليان معجون بالتواضع. لا ده انت اللي شجعتني. لا ده انتوا اللي بتشجعوني. يعني قلما ما الواحد يلاقي نموذج بيختفي ويقدم اخواته ومش عايز يكون حتى جنبيهم. لا ما لكن انت مش جنبينا، انت قبلينا. لا ده انتوا راسنا، انتوا اللي حمدتوني. ده انا شرف ليا، شرف ليا يا اخويا. بارك رساله بني سويف اللي كانت من خلال استخدام الرب ليك. وإذا بتقدمنا بالشكل الراقي ده السماوي الجميل، أنا محتاج إن أنا أقدم دفء شكري للرب لأجلك، لأجل محبتك ولأجل تقديرك الغير موصوف. لا أنا ما استاهلش. الرب يصونك ويصون أختنا فيبي ويصون يوسف وأخواته. شكرا أنت متميز، وزي ما كنا بنصلي في العربية وإحنا جايين، أنت خدمتك أكبر من خدمتنا. لا ده أنا ما استاهلش، أنا ما عملتش حاجة. ومجال مجال احتكاكك بالنفوس اكتر مننا، وشهادتك اللي بيتشهد من وراك عنها قد ايه احنا بنقول يعني مبارك الرب في ما بعرف، ما قلتش اعرف حاجه. ده الرب اللي بيعين من لا قوه له. مبارك الرب، الرب اللي بيعين من لا قوه له. وعشان اقعد جنب اخونا ملاد، فاخونا ملاد مش شريك خدمه، اخونا ملاد الاخ الغالي الجميل الحلو اللي بحبه من كل قلبي. انت غالي، وكل مره بخدم معاه الرب عارف قد ايه انا بكن له تقدير واحترام وشكر خالص. يعني انا وانا قاعد وسطكم ومع ساهر الجميل والفريق الاخراج الرائع اللي بحبه، انا بحسد نفسي بامانه، بحسد نفسي. فالرب مميز، الرب يبارك يصونك على حدة، يصون اخونا باسم على حدة، اخونا ميلاد على حدة، اخونا ساهر وكل الحبايب على حدة. امين. واللي جاي علينا اعظم. امين. اللي جاي علينا يسوع. اللي جاي علينا. احنا دايما بنعتبر ان دي مش دباجه بنقولها في بدايه البرنامج،
لكن صدقني اخونا باسم القلب بيبقى جواه حاجات كتير خالص غير اللي غير المعلنه. اخي باسم يعني انت قاعد تقدم فينا لكن انت دي رؤيتك الجميله. لا لا وده قلبك وده الرب ده لا صدقني الرساله الرب ائتمنك عليها مع اخويا امين الرب يبارككم بجد. لا رب يبارك وقد ايه ببقى فخور بالرب وبشعر بشرف وامتياز وانا فصديكم وبحس كده ان الرب كده بيوهبنا وقت من السماء وبيخترق بينا كده حتى في وقت الظروف. مين. ظروفك أمين. صعبه جدا امين. لا انت اكتر مننا زي ما قال اخويا. لا لا ولا حاجه يا عم وضغوطك اكتر واحمالك اكتر لكن بتعرف بروح القدس بتخترق الاجواء دي يا اخي باسم عشان تقدم والرب بيرفعنا وبيرفعني بيرفعني صدقني من خلالكم وانا اشهد قدام الرب باجي وانا ما عنديش كلمه اقول دايما ثقيل اللسان وعديم الفهم لكن هو الرب وببقى مرعوب يعني شوف انا انت لما بعت لي رساله الساعه 3 الفجر ببقى مرعوب ان انا ان في حاجه بكره هو لازم لان حاجه مش حد مش نوم مش فيها نوم وبعدين حاجه مش يعني ايه مش حاجه شخصيه دي حاجه عن الرب يعني انا وتبقى الواحد بيترعش وخايف لانه مش عارف ايه اللي هيتقال عايز القياده عايز الايد الحانيه بتاع الرب تتحط عشان ما يكونش كلام من الواحد احنا اخي بس ما احنا محتاجين نقول الكلام ده لالا حد يفتكر ان احنا بنفخم في بعضينا لكن احنا الرب ليه كل المجد والعظمه حاجه من الاسرار اللي اقولها لك تواضعك وصلاتك بتحفزني انا ان اشعر في كل حلقه انا معاك ان الاجواء مفتوحه مجد للرب ومع الجميل اخونا ملاد انت خالق المحارب اللي انا ما بقولش شريك خدمه لكن بقول انا محارب معاه يبارك هو محارب معايا احنا وراك ورا مسكتك هو محارب يبارك وهيحارب واللي جاي عليه اروع واعظم واللي جاي عليه اروع واعظم باسم الله فانت مصلي جيد لا انا و... لا انا متواضع جيد اخي امير وعشان كده انت بتجلب لنا ارصده السماء عشان الرب يحسب لا ده الرب اللي على فكره دي الانكجه بدات اهي الانكجه بدات يا عم ما دي حقيقه ما دي حقيقه اخي بس احنا انا بشعر ان احنا مثلث اقام الرب وده شرف لينا علشان بس احنا بنطلب من المشاهدين الامنه قدام الرب صلاه خاصه لان مش معنى ان وجودنا في المكان احنا محتاجين صلاه لازم في سور نار يشوع كان بيحارب تحت لكن موسى كان على الجبل فوق ومعاه هارون وحور ماسكين الايد فالحلقه لاخواتنا القديسين اللي قاعدين بيشاهدوا انت مش قاعد صدفه ولا قاعد بتتامل في وعظه لكن مسؤول قدام الرب بالروح القدس انك تصلي اخواتي بينزلوا الحرب اخواتي بينزلوا مرمى النار فمحتاج اخويا اميل ايدين وراه انت ما تعرفش الاماكن اللي بيروحها قد ايه صعبه والشيطان مركز فيها وليه مذابح فيها فمحتاجه واحد يروح معاه حصون معاه قوه خاصه من الرب فانت لازم تصلي له اخويا ملاد نفس القصه اللي بيقود تسبيح ممسوح من الرب ما هو ممكن اللي بيقول تسبيح كده هوائي مش محتاج حاجه هيقضيها وخلاص ليلة وبرنامج وهيعدي لكن أخوك ميلاد بيخش تسبيحات خاصة التسبيحات اللي بتهدي معاها أسوار محتاج أن أنت تصلي لأخويا ميلاد إحنا مش بنقول كلام كده وبنفخم في البتاع لكن روح الله يحسك الآن أخويا وأختي اللي قاعدين قدام التلفزيون عشان كده أخويا إميل الحلقة بتاع الأنكاجة دي حلقة مختلفة قوي الرب يحفظك صدقني بس انا على قلبي كتير جدا لان شاعر بالروح القدس يمكن حضراتكم ما نمتوش وانا شاركتكم عدم النوم في كل مره بنقعد نصلي او بيحاربنا ابليس ما اعرفش الليله دي انا خدت من الرب كلمه مضخه احنا محتاجين نرجع نكون مضخات تشجيع لبعضنا ومضخات اعتراف بالاخر قبل نفسي محتاج الزوج مع الزوجة والعكس يعملوا كده الأخ مع أخوه الراعي مع رعيته إن احنا محتاجين نتكلم عن عمل الله فينا عمل الله من خلال الاعتراف إنجاز أقول بالجمايل فأنا بحبكم جدا وبحترمكم ومقدركم وأخاف عليكم وحريص عليكم ودايما احنا حبل مسلوس باسم الرب يسوع المسيح اسم الرب يسوع قوي بالنعمة اسم الرب يسوع ومقدس في الروح ومستخدم بنيران الروح امين يا رب اسم الرب يسوع امين و...
أنا مش عارف أتكلم أكتر من كده، لكن أقول الرب يصونكم ويحفظكم ويبارك. إيش أخوي، ورب يباركك ويستخدمك بكل قوة وسلطانه عليك. شكرا. في كل مكان تكون فيه يبقى بقيادة خاصة. أمين. وأنا واثق، أنا واثق إن الرب اللي أفرزك، إن كان الحروب شديدة ده برهان النصرة. أمين. برهان نصرة المسيح، وبرهان العمل اللي بالرب بيقودك فيه، لأن العدو مش هيحارب واحد ما بيحرز أهداف لملكوت الرب، لكن هيحارب واحد بيحقق بلغة الكرة، بيحقق أهداف، هداف بيخلص. بيخلص هداف لملكوت الرب. نفس القصة بشوفها مع أخويا ملاد. أنا بأمانة بشهد قدام الرب، مش بجاملكو، لكن دي حقيقة أنا بشوفها حقيقة، بقف قدامها خجلان قد إيه استخدام الرب ليك ولأخويا ملاد، وبشوف ازاي بتتحاربوا، لكن بشوف ان ازاي الرب بيجي بقوة وبإيده الحانية بيرفعكو. كم مرات شاركتني وانا بكون بسافر ومحتاج ايد الرب، والرب عارف بماذا ضعفي، ولاقيك بتقول لي مثلا انا صليت والرب كلمني بكذا، او الدكتورة فيبي الغالية هي شافتك في كذا وبتصلي لك لكذا. الامور دي بترجع لي انا ان انا مش لوحدي، لكن انا ورايا ابطال اعظم مني، بتديك مساحه امان، بتسندني وترفعني وتشجعني. وده اللي محتاجينه في الحلقه النهارده، ان احنا نضخ يا رب. احنا يا رب. مضخات حقيقيه للتشجيع، ومضخات حقيقيه للحب. حب الصادق اللي بلا غرض ولا مصلحه، الحب اللي عايز يقول بهذا يعرف الجميع ان احنا تلاميذ الرب، لان احنا بنحب محبه حقيقيه صادقه مخلصه. امين. ف رب ارفعكم شجعكم وعلى الدوام منتصرين ومنصورين. امين في اسم يسوع. امين. طب بتشاركونا حضراتكم ان فعلا في الفتره اللي فاتت دي، السنين اللي فاتت، غياب مضخه التشجيع والحب. يمكن في تشجيع بس جاف، يمكن في تشجيع بس كلمات، لكن مضخه حب صادق، حب يضحي، حب يعانق، حب يقدم كلمات معبره حقيقيه، حب يقول للغير انت اهم مني. والنهارده انا بقول على الهوى، رب شاهد بصدق كلامي، اخ باسم واخ بلاد انتوا اهم مني. لا يا اخي، فاحنا محتاجين نضخ لبعضينا، لان هيفضل الحب هو الرصيد اللي اغلى من اي فضيله في الوجود، انجاز اسميها فضيله، واغلى من اي اتجاه، واغلى من اي كيان. الحب اللي ينتصر، والحب اللي يخلينا معا، والحب اللي خلينا نشعر ان احنا جبهة. إليا لما في يوم من الايام اتعرض للهجمات التهديدية، ولما ما لقيش بعينه حد جنبه انزوى واستخبى، مع انه بطل اعظم مني بالاف المرة، وهرب. لكن الحب يخلينا نتجرأ، والحب يخلينا نشعر ان احنا مقدمين لعمل واعمال. وانا بشكر رب جدا ان بس ده شعوري، لكن شعور كل شخص مخلص زي حضرتك واخونا ملاد. كل ما نتكاتف، كل ما نضخ لبعضينا. يعني انا بقول التكاتف حلو، لكن عايزين كمان توظيفه وانتاجه. التكاتف عباره عن رحم، التعبير بالمضخات، ان احنا كيان بيحب، وكيان صادق، وكيان بيضحي، وكيان عايز اخوه قبليه، ده مهم جدا. واحنا عشان كده عايزين ناخد الحلقه دي بالشكل ده، إن الزوجة تضخ كلام حب، إن الزوج يضخ كلام حب، إن حتى بلادنا الفترة دي لما انتصرت على كل المناوشات، إنجاز أسميها مناوشات، في فرحة في قلوب الناس، لأن لقيت كيان متماسك، رئيس مع حكومة مع شعب ما قبلش دخول الفتن أو دخول الأمور الرخيصة. فالشعب تصلي، وكانت في ناس بتصلي، كان في ناس بتصلي. الرب انهض كل شكايه، لان كان في قديسين ركعه وقاعده بتصلي من حمايه الرب. اليوم ده مخصوص عشان اعضاء الكنائس يقعدوا في البيوت وقت تكريس وصوم وصلاه بس طول اليوم. وكان في وقت نداء تم صوم وصلاه يوم الاثنين والثلاث والاربع قبل الميعاد ده. وشوف الناس اجتمعت قدام الرب بصوم وصلاه
والرب سمع واستجاب وعدل يومه كأن يعني عجبني الكلمة ان انت كنت بتقول يوم الجمعة ده كان الطقس حتى فيه حلو. الحقيقة كان طقس حلو. أيوه. والدنيا رايقة كده والجو هادي والدنيا حلوة. الرب سمع واستجاب للصلاة لان مصر غالية على الرب. امين. غالية غالية غالية. انا طلعت اليوم ده طول وكنت بشوف الشوارع عارف كنت شعر كأني انا بحتفل بشيء انتصاري فردي مش خاصة بالدولة بس. لكن كان جوايا عارف اللي هو طاير انا فرحان. فرحان ان بالتكاتف ننتصر. وبالحب والقوة ننتصر. نقدر. بالحب والقوة ننتصر. بس هل في حب بعيد عن الرب؟ انا اعرف نحبه. انا عايز اشهد لمجد الله. انا مرة مش عارف يوم 10 ولا 9 اتصلت بيك. قبليها كمان. قبليها وقلت لك انت كلمتني انا لقيتك على التليفون. ايوه لقيتك جاهز يلا نصلي. كانت قبل الاحداث بتاعت قبل يوم 11/11. ايوه وخدنا وقت صلاه. فقلت يا رب اشكرك بعد ما خلصت المكالمه اشكرك لاني في جاهزيه بالروح لناس مخلصين بيصلوا حاطين البلد قدام الرب حاطين الحكومه حاطين الرئيس طيله العمر ليه حاطين الناس حاطين الغلابه حاطين الاطفال حاطين المساكين شعبنا لان احنا شعب غالي على قلب الرب جدا. فأنا سعيد بالحلقة دي إن إحنا معا واللي جاي علينا باسم المسيح أبدع. يا رب يا رب مجدا مجدا. طب قبل ما أخويا ميلاد ياخدنا في جو روحي العنوان ده يعني جبته منين يعني؟ الروح القدس إزاي خط عينيك على عنوان زي الأنقجة دي؟ أنت ليه كل مرة في الحلقات تقول الرب كلمنا من خلال أنتوا اللي اخترتوا العنوان؟ يا عم لا يا عم لا ما حصلش الكلام بس ده بس بتتواضعوا وتروحوا لا 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 لنا. هو اللي بيتواضع لا 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 هو ده هو اللي بيتواضع يا عم لا هو اللي بيتواضع لانه مش عارفين ان الكتف البسيط لا 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 يعرض وسطيكم لا لا عامل نفسي قال لا يا عم ده هو قالش دي هو قالش ده هو قال ثلاثة ايوه قال ثلاثة ايوه بس هو الثالث ده كان مركز فيها يعني هو صدقني صدقني يا اخي باسم انتوا اللي بتختاروا العنوان لا يا اخويا وانا تلبسكم لا يا حبيبي لا العفو العفو يا اخويا الاسبوع اللي فات كنت في شرف مصاحبة اخونا الجميل ساهر وكنا مع بعض في يعني اماكن في لبنان وخدنا وقت صلاه فانا شفت اللبنانيين كانوا راكعين بيصلوا وحاطين مصر قبل لبنان وكانوا بيصلوا بحره قبل يوم 11/11 عشان الرب يتنازل وقد ايه كان طب يا رب انا باول مره بقابل الشعب ده فكان بالحال الناس المخلصين اللي شايلين على اكتافهم مسؤوليه مصر الغاليه الامينه الصادقه كان في اغنيه انا عجبتني الفتره اللي فاتت ابويا وصاني تقريبا جت احداثها في الفتره دي ف الاغنيه اسمها ابويا وصاني اسمها ابويا وصاني اه فاول ما سمعتها قلت لا احنا مش ابونا الارض وصانا ولا الرئيس السيسي طيله العمر ولا الحكومه وصتنا لكن احنا متوصيين من الاب السماوي على بلادنا وعلى ارضنا وعلى حكومه بلادنا وعلى تعلو المدينه باسم المسيح تعلو مصر طول ما في مخلصين واقوى كنيسه انا اقولها دغري على الهوى اقوى كنيسه في بلاد العالم مصر مجد للرب دي بركه شرف عشان ما يقولوش ده مثلا ده تحيز ولا تعصب هما الاثنين مع بعض مصر غالية مصر غاليه ومصر فيها الكنيسه القويه ولو قعدنا نخدم في اي مكان لنا الشرف والامتياز لكن مصر فوق الكل اقولها دايما وافضل اقولها ورددها مصر فيها القمح مصر فوق الكل بس معرف لولا وجود الكنيسه والاتقياء في مصر صدق البلد كم الاحقاد اللي من بره واللي من جوه مخيف على البلد وعلى السياسه وعلى الحكومه خلي بالك خلي بالك الشيطان استخدم 11/11 كان عايز يقلب بيها لان 11/11/2011 كانت نقله مصر الروحيه نقله مصر بالصلاة. الروحيه بالصلاه بالصلاة. اللي حسمت امر مصر فالشيطان عينه على 11/11 على اساس ان هو عايز كان يقلب لكن نشكر الرب ان 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 في كنيسه كانت واقفه في الصخر ايوه قدرت تصد الهجمات بس برضو ده ما يمنعش ان احنا في مصر مازال محتاجين صلاه والايام دي محتاجين الصلاه يا رب املى خزاين مصر امين املى خزاين مصر ابعت الرزق لانك انت اللي بتورث الرزق أمين. ابعت فعلا الرزق احنا محتاجين لكده أمين.
بعض شواهد 11-11 في الكتاب. 11-11 دانيال 11-11 يوم تنفيذ الأحكام على المخربين. دانيال 11-11 متى 11-11 يوم العظمة والرفعة. مرقس 11-11 يوم دخول الرب المدينة. لوقا 11-11 يوم العطاء. يوحنا 11-11 يوم الإيقاظ. عبرانيين 11-11 يوم إتمام مواعيد الرب. رمية 11-11 يوم الخلاص للأمم. أمين. رؤية 11-11 يوم روح وحياة لمصر. هللويا هللويا. حد كان منزلها فعجبتني قوي. هللويا جديدة وحلوة. لا حلوة. أمين. لكن قادك منين بقى روح الله؟ أنت أي قلت ثلاث عناوين وإحنا انتبهنا كده أنا وأخويا ميلاد وفتحنا بقنا على العنوان. جبت العنوان ده منين؟ طب أنا أسألك سؤال شخصي. أي. كم مرة كنت فرحان وأنت بتأنجز أختنا فيبي؟ على طول كل ما أنجزها أبقى فرحان. إحنا ما اختبرناش أنا وأخوك ميلاد الإحساس ده، فأنت أكتر واحد النهاردة هتكلمنا عن الأنجزة. ببقى فرحان يعني. فرح كبير. أي طبعا. يضاهي فرح مثلا لو أنجشت أخونا ميلاد ولا أنجشتين؟ لا يعني قول بص يعني أكون أمين معاك. هي على فكرة حاضرة الحلقة وهتكون أي كلمة خارج المطلوب تقول لك بقى ده كلام ده؟ لا 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 ده كلام ده؟ لا لا أكون أمين برضو. لا أنجشة هي برضو تفوق الكل فرح. أماما خلينا أمام. إحساسك بيبقى مش هنكذب يعني. إحساسك بيبقى إيه؟ ببقى فرحان طبعا أن أنا بأنجش. بص أخونا ميلاد بكتف لك وأنا بكتف لدينا وقاعدين زي التلاميذ قدامك كده. عايزين نتعلم ده درس في الأنكشة. لا لا خلاص يا ميلاد أنت على الموضة ده. لما شاركتوا حضراتكم الأحداث وإحنا قاعدين بنتكلم من كام يوم وجبنا سيرة بيلوسي. بيلوسي أي. زعيمة ورئيسة الكونجرس الأمريكي، قد إيه كان الحدث خطير جدا وهي مأنججة الرئيس؟ مشهد أنا شفته إبداع. حدش كان يتصور إن دي كانوا يعني ظنين إن هي جاية بهجوم شرس، لكن عشان تيجي وتأنججه بالشكل الرهيب ده وحط إيته في إيده. أنا ما سمعتش الشيء، ولما حد بعتها لي واتس فأنا فاكر إن صور متركبة. لا 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 وقعدت أبص كده يا ربي هي دي. أيوه. ما أنجج الريس بتاعنا. أبص في الصورة دي قالت كلام قبل كده رهيب. قالت كلام وتغير مع الأنجاز. وتغير مع الأيام الكلام. أنا ما عرفش كان إحساسها إيه، وكان نفسي الرئيس السيسي وبحضر معانا الحلقة دي وقول لنا كان إحساسه إيه وحطت إيده في إيد بيروس. يعني أنا لو في المشهد ده أبقى فرحان جدا. اللي قالت عليا كلام مرعب. تقيل ومرعب حط إيدها في إيده دلوقتي. كرامة عزة مجد فخر. فالمشهد ده شدني شدة كبيرة جدا. بيلوسي اللي احنا ظنينا ان هي عدو بتأنجج الرئيس السيسي. مشهد رائع. ورحت بقى ناحية الأنججة بقى بكل صورها وشكلها. كل صورها قد ايه الايد في الايد بتشيل وترفع وتداوي. قد ايه احنا محتاجين، عشان كده احنا طولنا مش في المقدمة، طولنا في حقيقة اللي في قلوبنا. ان احنا محتاجين نحط الايد في الايد، الكتف في الكتف، تبقى نفسك قريب من نفسي، قلبك قريب حاسس بهمس قلبك. طبعا ملحقش الرئيس يحس بقلب بيلوسي ده عيب. وان كان حس الله اعلم هو يقدر يعرف يعني. لكن كان مشهد غالي وكان مشهد جميل. لما بتحط ايدك في ايد حد كده بتشعر بقرب كيانه، قرب قلبه، نفسه، صوته، همسه، احساسه، حتى افكار راسه بتبقى قريبه منك ما تعرفش ازاي. وكاني سر لما تحط ايدك في ايد حد، سر من اسرار الحب الالهي، ان لما تكاتف حد او تانجش حد. كتير كتبوا لنا يعني ايه العنوان ده، وفي منهم طبعا اللي تسرع وقال برضو ده عنوان حلقه انجشه، ده عنوان حلقه روحيه. لكن انا شايفه ما احلاه ان يكون عنوان حلقه روحيه بعد اذن كل الاراء، ان احنا محتاجين ككنيسه مش الصورة دي، الجوهر ده، إن إيدينا في إيدين بعض، حاسين ببعض، لامسين احتياج بعض، شاعرين بأنفاس بعض، مشاكل بعض، أتعب بعض، أوجاع بعض، عرقلة رجلين البعض. الأنجزة فيها كم حب رائع منقول ومترجم. فيا رب إدينا كده. فأنا لو رحت للحبيب ربنا يسوع وقلت له يا رب أنت بتأنجزنا،
انت بتحب الصوره دي تعملها معانا؟ فانا اشعر في روحي ان هو صاحبي، صاحبي المخلص الامين الكامل اللي لعمره يغدر ولا يصون، مبارك اسمه، اللي لما بيحط ايده في ايدي يعاملني وكانه زيي، مع انه هو ربي وسيدي وقديري وحبيبي، يضخ من قلبه كل مشاعر الحب الراقي اللي مش موجوده في الوجود، يعوضني او يعوضنا نقصان الحب، تغيير الحب، يعوضنا المصلحه والغرض، وهو حاطط ايده في ايدينا يقول لنا بصوا للقدام، حتى لو انتم ما بصيتوش انا باصص لكم، انا بفتح لك السكه، السكه ممهده، الطريق ممهد، فايدك في ايدي اشعر بالامان، وايدك في ايدي اشعر بالثقه، وايدك في ايدي عيش الكرامه، وايدك في ايدي عيش العزه، وايدك في ايدي عيش الراس المرفوعه والجبين اللي للسما دايما اللي لا ينكس ابدا. انا متهيألي لما الرب بيعمل معانا الاتجاه ده لا اعول هم لبكره ولا الايام ولا الظروف ولا الماديات ولا الاقتصاد، لان اللي حاطط ايده في ايدي ده بيدبر اكلي وشربي ولبسي، كرامتي، حفظي، حمايتي، ده بيدبر ليا اروع ما احلم به. مبارك اسمك. فما احلى الرب، ما احلى الرب، ما احلى الرب، ما احلى الرب. وانا موطي صوتي في بدايه الحلقه عشان عايز استمتع معاكم بمشهد يدفينا. أمين. ان هو مش على استعداد، هو ملهوف يكاتف الكل. النهارده عايز احط ايده في ايد كل شخص اتشوه، اتدمر، تعب، اتخان، اتخنجر، اتسكن، الدبح، مش هيداوينا النهارده الا حب الرب. امين. ومش هيداوينا النهارده الا حب المسيح الرب. مبارك اسمك. محتاجين الرب يقود اخويا ميلاد في تسبيح بقى ونخش عشان نوصل ازاي. امين. امين. امين اخونا باسم. أمين. امين يا رجل الله. اخويا امين. امين. الكلام اللي جوه اخوك ايميل رجل الله، عارف بحاول بقدر الامكان كده، عارف بصلي، كنت بصلي امبارح بالليل والنهارده الصبح، يقول يا رب ابدا بينا الحلقه بحته كده من عندك. فاخوك ايميل بيطلع كده مشاعره الجميله وهو بيتكلم على الفكره. خادم الرب الدكتور زكريا عوض الله الشاعر عمل صوره صغيره حلوه قوي عن شخص المسيح، هو بيرسم حبه وحنانه من خلال فكره السامر الصالح، وحط حته كده في النص وقال له كده: اذ توالين الحديث في الطريق مثلما يحكي الصديق للصديق. وحط كمان حته جميله قوي بحبها قوي، قال له كده: واذا اختل اتزاني في ركوبي، او اذا اعتل كياني من عيوبي، تستعيد النفس للحضن الحبيبي، سيدي ما اروعك. تعالوا مع شعب الرب، تعالوا نبص عليهم ونقول له كده: ما اروعك، ما اروعك، ما اروعك. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك. أنت رب السامري للصلاحي، بعد أن ضمت روحي من جراحي، زيت نعمك وخمر من دماك غاسلا عني خطايا هناك، مالئا إياي روحا من علاك، كيما أسعد معك سيدي ما أروعك، سيدي ما أروعك، كيما أسعد معك سيدي ما أروعك، سيدي ما أروعك. وعلوت بي ربي لأعلى القمة، ورفعتني ربي لعرش النعمة، صرت ربي لي عظيما للخلاص، مانحا إياي عفوا من قصاصي، صرت فيك ابنا وريثا باختصاصي،
كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك أنت لي فدية بل أنت نصيبي أنت لي رعية بل أنت طبيبي فإذا اختل اتزاني في ركوبي أو إذا اعتل كياني من عيوبي تستعيد النفس للحضن الحبيبي كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك إذ توالين الحديث في الطريق مثل ما يحكي الصديق للصديق إذ معي تسير أنت بي رفيقي كل درب العمر في رحب وضيقي يا مسيحي صرت حقي وطريقي كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك بل وفي اهتمام توصي بي رحيما بل وتعطي الأجر عني يا كريما واعدا ستأتي ربي عن قريب آخذا إياي للبيت العجيب حيثما نبقى هناك يا حبيبي كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك كيما أسعد معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك أشكرك إلهي لست أدري أيها الرب يسوعي ما أقول بعد ذا الحب البديع حبك الشافي جروحي ودموعي حبك الفياض يملأ لي ضلوعي حبك الممتد للدهر الوسيع يحلو للعيش معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك يحلو للعيش معك سيدي ما أروعك سيدي ما أروعك سيد ما أروعه عايز تتمتع بالحب أيوة. اللي كان المقدمة اللي كنا بنقول عليها أيوة. تعالى مش للحب زائف ولا حب زي اللي في العالم أيوة. ولا إذا كنت مخدوع في حب أيوة. أيوة. تعالى معانا عشان تشوف السيد اللي ما أروعه أيوة. ناخد جزء كتابي من ملوك الثانية عشرة من عدد 15 ثم انطلق من هناك فصادف يهنداب بن ركاب يلاقيه فباركه وقال له هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك فقال يهنداب نعم ونعم هات يدك فأعطاه يده فأصعده إليه إلى المركبة وقال هلم معي فانظر غيرتي للرب وأركبه معه في مركبته وجاء إلى السامرة وقتل جميع الذين بقوا لأخاف في السامرة حتى أفناه حسب كلام الرب الذي كلم به إليه. حبيبي أخوي أميل وإنت بتتكلم عن الأنقجة بتتكلم عن الإيد بإيد ده أنقجة يعني إيد بإيد إزاي الإنسان يعني وإنت بتتكلم عن الرب ازاي الرب او انا انقج الرب او الرب ينقجني هل في طقوس يحلو للعيش معك سيدي ما اروعك انا قلما ما اسمع الترنيمه دي بس ابداع ويمكن دي ثالث مره او رابع مره اسمعها في حياتي من يوم ما عرفت الرب بس انا بركز واخونا ميلاد الجميل بيرنم اذا اختل اتزاني
أو اعتل كياني. لو اختل اتزاني أو اعتل كياني أي مصايب أو أي إصابة، ما عنديش غير حبك الفياض، حبك الفياض درب العمر، أنت أصدق الصادقين وأحلى الأشخاص وأروع الرائعين. أنا عايز في الحلقة دي لنفسي قبل المشاهدين، صدقني يا أخي باسم يا أخي ملاد، عايز النهاردة أقول له أنا بسجد قدام حبك، أنا بسجد قدام حبك بكل امتنان النهاردة يا رب. عايز النهاردة أطلع من زحمتي، حتى لو كانت زحمة الخدمة، زحمتي الشخصية أو الزحمة الشخصية، وعايز أبقى ساجد كده قدامك وأقول لك سيدي ما أروعك. يحلو لي الحب معك، يحلو لي الحب معك. أنا مش عايز أكون بقدم دعابة، لكن فعلا أنا عمال أقول يا ترى إيه مشاعر بيلوسي النهاردة بعد ما حطت إيدها في إيد الرئيس أو استندت عليه، وهي لما رجعت أمريكا يا ترى الذكرى دي تركت إيه، يا ترى تركت أثر شكله إيه. أنا متهيألي مش هتغير الفستان اللي هي لابسها، صدقني يا أخي باسم الذكرى حلوة، مش هتغير، مش هتغسل إيديها، لأن لقيت شخص صادق حطت إيدها في إيده أو استندت عليه، يمكن أول مرة تقابله، يمكن ما أعرفش، بس قد إيه هي معتزة بالمشهد ده. النهاردة مفيش شروط إن أنا أحط إيدي في إيد الرب، لأن الموضوع من الكبير ليا أنا، أنا اللي بيختل اتزاني، أنا اللي بيعتل كياني إصابات وضروب وسقوط، فالموضوع مش عند أنا، عنده هو. هو بيقول لي تعال باختلال اتزانك، تعال بكل إصابة فيك، تعال بكل أوجاع الدرب، تعال بكل همومك، تعال بكل مشاكلك، تعال بكل صراخك، تعال بكل عيوبك، تعال بكل ضرباتك، تعال بكل إهاناتك، تعال بكل ظلمك، تعال بكل تجريح في أعماقك، تعال بكل أرصدة أنت بتنزف بسببها، تعال 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 تعال. أصدق في الحلقة دي لو قلت لك أنا مش عايز أتكلم، وإذا سمحت لي طبعاً ده تجاوز مني، ولا عايزك تتكلم ولا الأخ ملاد يتكلم، وعايزين نقول له الترنيمة دي طول الوقت، حبك الفياض يملأ لي ضلوعي. هو ده اللي احنا محتاجينه الأيام دي، إن ترجع عارف، مش الأحاسيس، ترجع أرصدة الدفء وياه، الأرصدة اللي تخليك تعيش في حتة تانية، مكان تاني، وقت تاني، ظروف تانية. احنا الرب حبه مش مسكن، حب الرب مش مسكن، حب الرب حقيقي بينقلنا من دنيا لدنيا، من حال لحال، من واجي الجبل، من إهانة لتكريم، من إصابة لإبراء، من تنكيس راس لكرامة وجبين مرفوعة. يعني أنا مش متصور إني إزاي حب الرب ينقل كده، حب الرب ينقل كده. الأيام اللي فاتت كنت بخدم في مكان واتخضيت من اسم واحد عراقي اسمه عوعو، اسمه كده، ماما وبابا سموه كده عوعو. ده مركب، ده واحد من ضمن حوالي مثلا 9 أشخاص شفتهم حاطط بطارية وحاطط شريحة في راسه، وعنده ما أطلقوا قالوا لي كده اسمه شلل توتري. لو البطارية دي بتتشحن كل سنة وشوية، لو البطارية دي فقدت الشحن الشخص ده ما يتحركش من مكانه. كان بيتحرك وسطينا نروح نخدم العراقيين والأتراك المتعربين، هو بيتحرك عمال أقول له اهدى، عمال أقول له أقف، عمال أقول له، أنا شاعر أنه هو مش سامعني. ولما جيت بسأله أنت بتنطلق إزاي وتقفز إزاي، قال لي أصل هو يعانقني، هو جنبي، هو منسيني وجود البطارية، هو منسيني وجود أزمتي، هو لاغي وماحي ألماتي. يا حبيبي أنا بخاف أنطق اسمك، لكن هو حب اسمه الرب، حب شكله، حب طباعه، مع إن عوعو ده هو بيحكي عن ماضيه يخليك أنت مش قادر تسمع، لكن ال- 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 الوحل في ماضيه، ليه الوحيد اللي فتح له قدير الرب، ليه الوحيد اللي بيقول له تعالى بشلتك دي، تعالى بوحلك ده. هبدأ الحلقة وأقول مع حضراتكم، كم واحد متوحل، كم واحد متوحل،
كم واحد في وحل شديد غرقه، كم واحد مش قادر يرفع راسه في الوحل، كم واحد قال إن خلصت معايا، كم واحد بيقول يا ليتني أموت، كم واحد بيقول الحياة وحشة، كم واحد بيقول الأرض وحشة وطرح الأرض وحش، وصادق على الكلام ده. لكن اللي حل الغربة واللي حل الأرض واللي حل الأزمة واللي حل الوجع حضور الرب في حياتي. أخونا ملاد لما صلى في بداية الحلقة أو قبل بداية الحلقة قال جملة خطيرة جدا، قال له خلينا نكون جوه حضورك. وأنا التفت للجملة الخطيرة دي، جوه حضورك، جوه حضورك، أنا عايز أكون جوه حضورك عشان أنسى كل أتعابي، أنسى كل أوجاعي، بقى عوعو ده يا رب اللي اسمه يخوف وحياته تخوف ومشاهد الماضي وحل وإثم وفجور، ده أنت تفتح إيديك وتقبله، يقول لأن حبي فياض، لأن أنا كده، لأن أنا برحب بالكل، أنا بحب يدنو إلي العشار ويدنو إلي المنبوز. وأنا أرضى عايز أركز مع حضراتكم في الحلقة دي، المنبوزين، المنبوزين المقرفين اللي وصلوا لنهاية النهاية، النهاردة المنبوز مبارك اسم القدير، صاحب الحب الفياض بيقول له تعالى، صاحب الحب الفياض ينادي. بس لما حضرتك سألت ازاي اروح لحبه، اسمع نداه، هو بينادي، بينادي من سنين، بينادي كل يوم، بينادي بصوته اللي مليان بالحب والدفء، بينادي بعطفه، بينادي برحمته، بينادي بنعمته، بينادي بصوت مليان 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 بالصدق، تعالى زي ما انت، تعالى بالشيلة، تعالى بالوجع، تعالى بالخوف، تعالى بالإهانة، تعالى بإدمانك، تعالى بانحطاطك، تعالى بغياب مضخة الحب، لا مضخة ايه، في غياب وحرمانك من الحب، تعالى يا منبوز، يا رب لكل المنبوزين النهاردة، يا رب لكل المنبوزين النهاردة، المنبوزين بنظرة العين، المنبوزين بحركة الإيد، المنبوزين بالكلام الكريه، المنبوزين بالتصرفات المضادة، تعالى للمنبوزين، تعالى للمنبوزين، افتح ايدك للمنبوزين، ورق ايدك للمنبوزين، صرخ بحبك للمنبوزين، نادي على المنبوزين، خرج المنبوزين، قول كلام شافي للمنبوزين، يا رب يا رب للي فقدوا اتزانهم واعدموا اتزانهم، النهارده باسم المسيح يسوع، حبك الفياض، حبك الفياض يملأ الضلوع، يزور النفوس، يزور الدواخل، يحرك، يخلص، ينجي، يكسر كل قيود الخطية، قيود إبليس. حبك الفياض النهاردة علاجنا ورشدتنا يا رب. حبك الفياض النهاردة مش ينادي بس، لكن يصل بنداءه للقلوب اللي مرضت واللي تمردت. حبك الفياض النهاردة ينادي على المقبرين، حبك الفياض النهاردة ينادي على ناس متسلسلة بالخطية، حبك الفياض النهاردة يدي أوامر بالخلاص الأبدي، حبك الفياض النهاردة يقول الماضي يموت والجديد، الجديد اللي من عند الرب رائع. أخي باسم، أخي ملاد، النهاردة احتفال بالحب الفياض، احتفال بمن يرى، بمن يرى، بمن يرى، بمن يرى، بمن يرى خلل اتزاني ولا يكرهني ولا يستبعدني، لكن خلل اتزاني يخليه يحنو علي، خلل اتزاني يخليه يترفق بيا، خلل اتزاني يقول لي ما تبصش على الرجل اللي زلفت، خلل اتزاني مش يحمسه لأن حبه مليان بالحماس، لكن خلل اتزاني النهاردة يخليني أنا أقول له، ألا أقول له يا رب خلل اتزاني، خلل اتزاني وصل لنهايته، لكن أدعوك يا حبيب، أدعوك يا حبيب تيجي حياتي، أدعوك يا حبيبي تدخل أيامي، أدعوك يا حبيبي تسود علي، أدعوك يا حبيبي تغير المشهد، أدعوك يا حبيبي تضع نهاية للقلب الأسيم، أدعوك يا حبيبي النهاردة تقول كلمة فيبرأ القلب والحياة والدوافع، أدعوك يا حبيبي النهاردة تقفل على كل الأبواب اللي لوثتني، وكل الأبواب اللي أهانتني، وكل الأبواب اللي دبحتني. حبك الفياض النهاردة ينادي عليا في غياب اتزاني، ونعتل كياني، نعتل كياني أي ضربات وإصابات نبزتني ونبزت نفسي. حبك الفياض النهاردة يشدني شدة عظيمة باسم المسيح،
نشدني شدة لاسترجاعي يا رب. بصلي يا رب يسوع المسيح يا رب وقع الأشور السميكة من على العيون, يا رب وقع الأشور السميكة من على العيون, يا رب فتح في الأذهان, يا رب فتح في القلوب, يا رب اكسر النبز, يا رب اكسر النبز اللي صاب القلوب, يا رب اكسر الاستبعاد, يا رب اكسر أقوال إبليس اللي عين بيها حالتي وقال لي خلصت, يا رب اكسر الكلمات اللي بيها بقول أنا انتهيت. اليوم يا رب, اليوم يا رب, اليوم حفلة الاسترداد, اليوم حفلة الرجوع, اليوم حفلة الاتزان, اليوم حفلة احترام الكيان, اليوم استرداد الكرامة, استرداد الكرامة. اليوم هو إعلان الخلاص السماوي الجبار, لا بقوة دين ولا بقوة مذاهب ولا عوايد, لكن بقوة الرجوع لحبك, بقوة الاستمتاع بحبك الفياض. يا رب ميز الحلقة دي اليوم ده بالذات يا رب, ان حبك الفياض يلمع, ان حبك الفياض يلمع, ان حبك الفياض يلمع, ان حبك الفياض يداوي, ان حبك الفياض ينادي, ان حبك الفياض يصرخ لكل المنبوذين والمحطمين والمظلومين والمكسورين والمرضى والمستخبيين. النهارده القبور لابد ان تنفتح بصوت الحب الإله الفياض اللي لا تقيده ظروف ولا تقيده خطاياي ولا تقيده أسامي. حبك يغلب, مبارك, مبارك. حبك يغلب, حبك يغلب عاداتي السيئة يا رب, حبك يغلب عاداتي الكريهة, حبك يغلب طبيعتي الفاسدة, حبك يغلب شروري, حبك يغلب أسامي, حبك يغلب نيران الخطية, حبك يغلب حياة اللهوة, حبك يغلب حياة العدم, حياة العدم. يا رب احيي النفوس النهاردة, قول كلام الحب اللي يداوي ويسترد. عشمانين في الحلقة دي, عشمانين في الحلقة دي, آلاف النفوس تسترد, آلاف النفوس ترجع لحضنك, آلاف النفوس تهاجر الماضي, آلاف النفوس تبرأ, آلاف النفوس تخلص, آلاف النفوس تخلص, آلاف النفوس تخلص, آلاف النفوس تخلص, آلاف النفوس تخلص. ضخ النهارده يا سيدي, ضخ من قلبك كلام الحب وسمعهولنا يا رب, سمعهولنا يا رب يسوع يا رب, مضخة الحب اللي الغير محدودة. وعينا, فتح عيوننا, فتح أذاننا, سلك أذاننا, سلك ما سمعنا يا رب, سلك ما سمعنا. إن نداءك النهاردة يسمع, إن نداءك يجد مكان في القلوب, إن نداءك يبادلك نداء من قلوبنا. تعالى 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 واملك الحياة يا رب, وبدل الأحوال, واقفل على صوت الشيطان بكل اقتدارك يا قدير. وبيدك العافية, يدك الحبية القوية القديرة, النهاردة حط الحواجز على مملكة الظلمة, واطلق المسحوقين أحرار باسم الرب يسوع. نؤمن ونؤمن إن هذا اليوم متميز جدا, تعانقنا, تكاتفنا, تحبنا, تحبنا, تحبنا. اسم يسوع امين. هاليلويا, هاليلويا, مجدا مجدا. المجد وليك القوة وليك كل السلطان, ياللي مرحمك سندت جوا وادتني اطمئنان. ليك المجد وليك القوة وليك السلطان,
يلي مرحمك سندت جوا ودتني اطمئنان وسط الليل الدامس. أيوة وجودك لامس تيجي بصوتك هامس أنا جنبك لا تخاف تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير وجهك لما يسير تطرد كل جفاف وسط الليل الدامس. أيوة وجودك لامس تيجي بصوتك هامس أنا جنبك لا تخاف تبعت رحمة وخير يمشوا معايا السير وجهك لما يسير تطرد كل جفاف ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطات ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطات ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان وسط حروب وغياب تفتح انت الباب تبعت لي غراب وتكفي وتجود وسط المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الأزمات أصلك غير محدود وسط حروب وغياب تفتح انت الباب تبعت لي غراب وتكفي وتجود رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الأزمات أصلك غير محدود ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان دمك على أعتابي ياللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك جيت وديتني صباحك وبدمك غطيت دمك على اعتابي ياللي دفعت حسابي كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت انا مديون لجراحك جلداتك وصياحك جيت وديتني صباحك وبدمك غطيت ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان ياللي مرحمك سندت جوا وديتني اطمئنان. أمين الرب يدي الطمأنينة ويسند جوا اليوم. لكن مفيش حد عليه حاجة يقدر يعملها يخش بطقوس معينة عشان يحط إيده في الحبيب ده. أنا ما عنديش حاجة أقدمها ليك المجد وليك القوة وليك كل السلطان. المجد والقوة والسلطان والحب مش بخليني أنا محتاج أي حاجة ومش عليا أي دور. أنا عليا دور أسمع النداء. أنا عليا دور أجري كده زي ما أنا أقول له اليوم أنت حددته عشان يكون يوم فاصل يوم أتمتع بحبه أتدفع بحبه. يعني واحد بيشاهدنا ولا واحدة بتشاهدنا بتسمع عن الحب وبتسمع وسمعت حب وسمعت أغاني وشافت وعملت وعايزة تشوف الحب الحقيقي ده. احنا متصورين يا اخي باسم ان كل بنت جريت بكلمتين من البرنس بتاعها هو ده الحب. الحب ان ايد مخلصة. الحب ان قابلني على حالي. الحب ان مش عايز مني غرض ولا مصلحة. الحب يقبلني وانا في اتزان مختل وانا في كيان معتل مصاب حالة مميتة حالة ماتت. مين يقبل كده؟ مين يقبل كده؟ فيش حب في الوجود كده يقبلني بخلل اتزاني وعيوبي وحالتي إلا هو يسوع. النهاردة مش عايز أقارن حب الأرض بيه لأن هظلمه وحاشا أنه يظلم. حبه أرقى حبه أعظم حبه. لما الواحد يرفع عينه كده إيه ده إيه ده؟ كل حب في الأرض قاصر جدا عاجز جدا فاشل جدا مغرض جدا الا حبك يا رب. مبارك حب الرب. مبارك حب الرب. انا ما عليهش حاجه يا خامي. يعني واحد بيشوف بره انا علي دور واحد يا خامي اجيله زي ما
ما سمعتهاش انت. ايوه سمعها زي ما انا. قولها بصوت عالي كده. مش عارف اقولها لاني دافية. أيوة. ولو عليت الدافي بوظته. اجيله زي ما انا. لما جه الرب الإلهي وهو في حالة صعبة جدا كلمه بصوته منخفض. صوته منخفض. بسيط جدا. ما كانش صوت عالي. صوت يوصل للقلب. صوت يوصل للقلب. احنا كفى الضجات اللي حوالينا. ضجيج الأمم حكم خلاص على الأرض بكل الأرصدة. مش قادرة تعمل حاجة إلا صوت الحبيب يعمل كل حاجة، يداوي كل حاجة، يخلص من كل حاجة، يغير كل حاجة، يعيد كل حاجة، يكرم، يقدر، يرفع، يرحم، ينور، يفتح العيون، يجري. تعرف أنا مش عايز ألجأ لبعض الأمثلة اللي الواحد بيسمع عنها ويقراها. بيقولوا ان المغني اللي اسمه تشابي اللي هو من اصول افريقيه اللي كان بيعيش في امريكا، لما شاف كاثرين ملكه جمال هولندا او ملكه جمال العالم اللي هي اساسا من هولندا، اول ما شافها من النظره الاولى حكى كده ان هو ما انجذبش، هو اتاخد. جاي يحكي لمامته قال لها ماما انا كذا كذا، مامته قالت له مستحيل لاني مرفوض محبه مش هتحقق الهدف، لان العرقية والعنصرية تخليك ما تاخدش واحدة بيضة وانت اسود، انت افريقي منبوس. قعد 3 سنين لغاية ما جه قانون اتغير في امريكا ان ينفع التدوب العنصريات. تخيل ان كانوا بيقولوا ان لا يمكن يرتبط الشخص ده. مؤخرا كان كاتب مذكرات 66 سنة عايش مع كاثرين دي احلى ايام عمره. وبيشهد وبيقول يوم ما حطيت ايدي في ايدها شعرت بقيمة نفسي. مش لما مسكت المايك، مش لما غنيت، مش لما الناس سقفت، لما شعرت بحب حب حب. يعني حب. يعني في ناس بتشاهد الحلقة دي هتحس بقيمتها؟ طبعا. تشابي ده بيقول لك أنا قيمتي كأفريقي يوم ما البيضاء الجميلة كاثرين نظرت إلي. طب واللي بيشاهدنا وبيقول أنا نكرة؟ من النهاردة احنا مش جايبين له كاثرين. مش جايبين له بنت بيضة. مش جايبين له بنت أوروبية، احنا جايبين له البياض كله. هللويا. حبيبي أبيض وأحمر. جايبين له، أقول جايبين له، عفوا يا سيدي. جايين له الملك. وللأسود. وللمصر سودة بنجايبين له الأسود الجميل. طبعًا. اللي قلبه أبيض. طبعًا. طبعًا طبعًا طبعًا. اللي لا يبص الشكل ولا يبص اللون ولا يبص اللبس ولا يبص الحالة ولا يبص القلب ولا ما بيبصش لأي حاجة. لما يسمع صراخ المسكين اللي تايب يرحب بيه ترحيب لا ينقطع. بارك. هللويا. هو ده الرب النهارده، هو ده الرب. اذا بيفتخر تشابي ان 66 سنه عايش في حب مع كاثرين حبيبه عمره، اللي بيقول لك قعدت اصلي، انا ما اعرفش بعده يصلوا عشان يتغير القانون 3 سنين. النهارده احنا مش هنجيب له قانون امريكا يتغير. النهارده قانون المجد. بارك. اللي كان وكائن وهيكون. بارك. الرب بيحب ويحب 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 ويحب، وحبه اعظم من كاثرين. هللويا. وحبه اعظم من تشابي، وحبه اعظم من اي حب في الوجود. يعني قعدوا يسقفوا كتير في بعض اللقاءات اللي كانوا بيعملوها قد ايه بيفتخر ب 66 سنه حب. انا اتغصت لما شفت كده. طب واحد زي انا ما جربتش كده وما اختبرتش كده، هقعد حيران؟ لا، انا اسقف اكتر منه لان اللي عندي اعظم من اللي عنده. هم غيروا قانون الامريكا. أيوة. لكن احنا قانون السماء برضه ثابت بيرحب، مش محتاج حد يفاصل يقول لك. يعني الرب ممكن يغير قانونه عشان هو القانون ثابت. احبهم فضلا مجدا لك، احبهم من غير اي عنصريه ولا قبليه ولا شكل ولا اعراق. يعني النهارده ممكن الرب يزور افارقه مساكين، ممكن يزور افارقه مكسورين منبوزين، ممكن يزور افارقه فقراء. لا ده مش ممكن، ده اكيد هيعمل كده الرب في الحلقه دي. طول ما جبنا سيره النموذج الجميل تشابي ده اللي بيفتخر بحب كاثرين ليه، النهارده عايزين افتخار اعلى ان عندنا حب الرب. يمكن قبائل مش لاقيه تاكل، يمكن قبائل مش لاقيه مساعدات، يمكن قبائل مش لاقيه ايد تتمد، يمكن مش لاقيه عين تترفق وتشفق، لكن احنا عندنا عين مترفقه دايما، وعين تشفق دايما، وايد ممدوده دايما، وقلب بينادي دايما، وكرامه ممدوده دايما، ورحمه غنيه دايما، ونعمه مفتوحه دايما. ناقصك ايه؟ ناقصك بس انك انت تشوف وتيجي تجري تطير عليه. انا مش عارف الحلقه دي النفوس
يا رب الاف النفوس تطير عليك يا رب يا رب تطير عليك. انا شاعر ان في نفوس افريقيه معانا على امين معانا على الهواء دلوقتي وبتشاهدنا امين ويمكن عايشه في مصر وعايشه في مصر يمكن الصوماليين عايشين في مصر يمكن السودانيين عايشين في مصر يمكن النيجيريين عايشين في مصر وشاعرين قد ايه هم مميزين وسط مجتمعنا. لا 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 لكن لا, لا, لا مش تنبوس. لا ممكن احنا مجتمعنا قاسي مش سهل العين بيتنمر تهين. مرات بعمده من غير بيتنمروا بيتنمروا بالعين. لكن يا اخ اميل انا ببص كاترين دي اتغير القانون. أيوة. بس احنا السماء برضو عملت قانون. ايوه ارسلت الابن الوحيد هللويا يعني ارسلت الابن الوحيد برضو قانون الهي قانون حب. ايوه هكذا بين الرب بين حبه بموت المسيح على الصليب لانه كله كان بيسال ازاي اعرف ازاي اشوفه ازاي المسه. هو حلل لنا المعضله دي اللي ما يحلهاش اي حد في الوجود. جاء المسيح ومات على الصليب اعلان قانون الحب الثابت اعلان قاعده الحب الثابت اعلان اتجاه الحب الثابت. موت المسيح مش سهل اخي بس موت المسيح نيران الحب نيران الحب. شو كده بكل قلب مع حضراتكم افتح العيون لرؤيه الحب يا رب يا رب افتح العيون لرؤيه الحبيب يا رب. انا مش عايز في الحلقه دي اضيع وقت حضراتكم. لا 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 خلال الرحلات اللي فاتت انا شفت ناس كده قال لك انا مش كنت في ضلمه انا كنت مسحور لي بشويه قواعد وشويه بنود وشويه لوائح لكن لما جاء حب المسيح جلى كل ده. مجد ليك يا رب رفع كل ده. حب المسيح النهارده بلا حواجز بلا حواجز. ربما بنت النهارده بتسمعنا تقول لك ده انا دخلت في امور غويطه وحصدت انتاج سيء رديء. هل ممكن الاقي صاحب الحب الفياض؟ في حل يا اخي مين؟ طبعا عارف انا متاكد من ايه يا اخي باسل. لا تسال بنت فقدت عزرويتها ازاي وازاي هتعيش. ربما لو امها عرفت تذبحها لو ابوها عرف يذبحها اخوها عرف يذبحها البلد لو عرفت تهرسها القريه لو عرفت تدوس على وشها تقتلها. لكن الرب مستحيل يقول كده. مبارك. الرب عارف مبتسم للنفس دي فتح ايديه للنفس دي مرحب بالنفس دي ينادي على النفس دي وعامل كده. انا متاكد الرب عامل كده النهارده يعني يعرف يعني عامل كده مجرد عامل كده بس ادخل ايدي في ايده واقول له النهارده انت صديقي يا رب مثلما يقول الصديق للصديق. ده تعبير صعب جدا. الصديق بيقول لصديقه الصديق بيقول لصديقه احنا معا لا ننفصل. الحبيب هيعمل كده مع البنوته دي. الحبيب هيرد كرامتها بالحب هيرفع راسها بالحب هينسيها الزمان الاسيم بالحب هيطبطب عليها من غير غرض ولا مصلحه. حط ايده على كتفها مجرد بس ما يطبطب كده تعاد اليها كرامتها ويعاد اليها اقول ايه ايوه مركزها ومقامها. لان لسه الرب بيقول لها انت عندك مركز. يمكن بتبكي دلوقتي يمكن دلوقتي حتى راسها بين رجلها وتقول مركز ايه وقيمه ايه ده انا ملوثه. لا يطلق الرب جمله ملوثه امين ولا كلمه ملوثه لكن رب. هيشطب الرب النهارده يقول لها انت جميله رد يا رب انت جميله في عينيا. تقول له انا ملوثه تفضل تقول انا ملوثه وهو يقول لها انت جميله انا ملوث انت جميل انا منبوز انت مقبول انا مكروه انت محبوب انا مرفوض انت مرحب بيك انا خارج الباب انت جوه دم الصليب. صدقني يا اخي باسم النهارده مضخه الصليب باسم الرب يسوع المسيح مضخه الصليب. اذا بدينا الحلقه بالمضخه مضخه الصليب النهارده انفجار حب ياخد في وشه كل حاجه يعيد ويزيد. لما رنم اخونا ميلاد مثلما الصديق لسه قعدت اقول له انا عايز المشهد يا رب انا عايز المشهد ده يا صديقي يا صديقي ضخ في قلبي كرامه جديده ضخ في قلبي امان جديد ضخ في قلبي باسم المسيح عفه وقداسه ضخ في قلبي يا رب حب للايام اللي جايه لان انا اعلم انك تبقى صديق اللي هيمشي معايا كل الايام وكل الحياه. امين أمين أمين يا أخوي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري
مهما إبليس رخص في عيني أمري وضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر دا دمك هو تمني وقيمتي أذكر دا دمك هو تمني وقيمتي أنا إناء أسود كسر عليل لقتني إيد خزاف ملوش مثيل صرت في يده إناء أبيض جميل أنا إناء أسود كسر عليل لقتني إيد خزاف ملوش مثيل صرت بيده إنا أبيض جميل أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عيني أمري ويضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر دا دمك هو تمني وقيمتي أذكر دا دمك هو تمني وقول مع أنا عايش أنا عايش بيك يا نفس وشهيقي بتقودني إيديك وتنور لي طريقي دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي أنا عايش بيك يا نفس وشهيقي بتقودني إيديك وتنور لي طريقي دايما بلقاك وحدك خلي وصديقي أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عيني أمري ويضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر دا دمك هو تمني وقيمتي أذكر دا دمك هو ارفع عينك عرب وقول معايا أنا بستناك في كل يوم رعية أجرحك معاك واسمع ردك عليا وتضمني ليك ما انت أبويا وفديا أنا بستناك في كل يوم رعية أجرحك معاك واسمع ردك عليا وتضمني ليك يا أبويا وفادي قول معي أنا بستناك أنا بستناك في كل يوم رعية أجرحك معاك واسمع ردك عليا بتضمني ليك يا أبويا ورعية أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عيني أمري ويضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر دا دمك هو تمني قول لنفسك النهاردة أنا غالي أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري مهما إبليس رخص في عيني أمري ويضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي أذكر دا دمك هو تمني وقيمتي أذكر دا دمك هو تمني وقيمتي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ده احنا غاليين قوي غاليين قوي على الحبيب كده هللويا غاليين على الحبيب بس قوانين ويغير كل غير كل حاجة ده غير المرسوم يعني مادي وفارس ما يتغيرش مرسومه لكن المرسوم السماوي اتغير أرسل ابنه الحمل الوحيد مجد للرب لكن اللي حط ايده في الرب ومشي معاه بيمر بوقت وهو ماشي في الطريق ويسقط معاه بس قبل ما يسقط هقول لك سر ما تقولهوش للمشاهدين ايوه حدش يسمع حدش يسمع الاسبوع اللي فات اول مره اختبر انا اللي عمري 49 سنه ولا 50 سنه حبايب راجل ومراته اصروا ان انا احط ايدي في ايدين الاثنين وامشي وسطيهم كنت مكسوف بس عملت حاجه ما خدتش بالي منها حطيت ايدي في ايد الراجل كده وحطيت ايدي كده فجت الزوجه قالت لي ايه قالت لي لا انا اللي احط ايدي في ايد انا اللي اتسند على ايدك انت الراجل ما تحطش انت ايدك كده تسيبني انا احط ايدك وايدي تبقى
كده. انا هقول لسيمون واقول لفوق. الله يسامحك لو عملت كده. المهم حطت ايدها واستندت، فانا بصيت لجوزها مرعوب طبعا، فابتسم قال لي خذي راحتك حبيبتي، خذي راحتك حبيبتي، هو بيقول لمراته حبيبتي. وانا بقى عارف عارف اللي هو طاير وسطيهم، طاير لان انا متشال من الاثنين. ده عصافير كناري. كان مشهد صدقني وطولنا، مشينا وقت بتاع مثلا نص ساعه بالمشهد الجميل ده. انا طاير بتكاتف الاثنين، بايدين الاثنين وبضمير حي ونقي. انا فرحان بيها وفرحان بيه، فرحان بالاثنين، عارف متشال. فخطر في بالي سؤال، طب يا رب انت لما بتكتفني او بتانججني ايد كده ولا بتشيلني من هنا ومن هنا؟ رد الرب بسرعه الحب العظيم، انا من هنا ومن هنا. مجد ليك. انا من هنا ومن هنا، انا شايلك باعظم من المشهد الارض ده اللي انت شايفه، شماله تحت انا اعظم من كده. ويمين وطعانه لقيتني ايد خزاف ملهوش مثيل. انا النكره، انا العدم، انا اللي اعرف قيمه نفسي كويس جدا، انا اللي اعرف حجمي عباره عن شويه تراب معفنين، لقيتني ايد خزاف ملهوش مثيل. المجد ملهوش مثيل. مبارك الرب النهارده عايز يعمل كده، الرب عايز يعمل كده. وانا مصر على الحلقه دي، نفوس منبوذة تعانق من الرب يا رب، تؤنجج من الرب يا رب، تحتضن من الرب، تتشال من الرب، تمشي صديق مع صديق. جاري تشامبمان كاتب كتاب لغات الحب الخمس، قريت شوية قلت يعني أعمل زي أخونا ملاد جليل كده أتثقف شوية في الموضوع ده. رحت قاري فيه، فلقيت الآتي بقى إن بيقول لك اللغة الأولى للحب كلمات معبرة، أدي أول لغة. الأمر الثاني وخطير جدا، حديث مشترك وقعدة مشتركة. أنا عارفك هتحفظهم وتقولهم للأخت فيبي. ما أنا قاعد هو أنا ماسك إيديا وهو بتعلمه. ثلاثة وخطيرة جدا. يد العون، العون في وقته إذا محتاج الطرف الثاني. الأمر الرابع وخطير جدا، تقديم الهدايا. الأمر الخامس للغة الحب، وده السحر، التلامس. يبقى التلامس، الهدايا، يد العون في وقته، الحديث والقعدة المشتركة، وأول أمر الكلمات المعبرة. فأنا جيت سألت نفسي، قلت له يا رب أنت عندك الخمس لغات دول؟ ما ردش الرب. قال لي أنت اختبرت إيه فيا؟ قلت له أنا اختبرت أني يا ما تلامست معك ويا ما لمستني. واختبرت إيه تاني؟ قلت له لا مش هدايا، انت عملت العجب، ارسلت لي العجب، مش هدايا الحب لكن عجايب الحب. طب وايه رايك في يد العون؟ قلت له ده معايا كل يوم. طب وايه رايك في قعده مشتركه وحديث مشترك؟ قلت له ده انت لا تنعس لا تنام في حديثك المشترك طول الوقت. طب وايه رايك في الكلمات المعبره؟ مفيش حد يعرف يعبر عن الحب زي المسيح. فعد الرب الخمس مستويات دول، عداهم وعدى كل حجم ليهم. فالنهاردة احنا مش بنقول لغات الحب الخمسة عند المسيح، لكن لغات السماء اللي اعظم من الخمس مستويات دول، بتخلي الواحد كده يجري مع الرب، يطير مع الرب. بس اللي بيطير مع الرب وانكش وجرب وشاف السلوك والعشرة مع الرب في وقت سقطاته، وقت انا همشي معاك ليه حلول، انا همشي معاك خطوه بخطوه. ايوه احنا كل اللي عفوا بتكلم عن نفسي لان حضراتكم اللي معاك، كل الرغي اللي برغيه ده عن المدخل. الانججه لما يانججني، لما تلقاني ايد خزاف ملهوش مثيل، لما يبقى صديق لصديق، لما يعبر، لما يهدي، لما يلامس، لما يبقى مشترك قعدتي وحديثي معاه. لكن أنا أدخل في أمر تاني بقى، مجال تاني غير الأنججة اللي حضرتك قريته في ملوك الثاني عشرة، حديث ما بين واحد اسمه ياهو وياهو ناداب. وده بقى المجال التاني اللي هنتكلم فيه النهاردة. دي مش واحد بيأنجج بقى، لا، ياهو استخدم لفظ خطير جدا في عدد إيد بإيد ثلاثة. لا ده عدد ثلاثة لسه، بيقول انظروا الأفضل، انظروا الأفضل. أنا هقف على دي. واضح إن ياهو ده كانت طريقة تفكيره ما هو الأفضل، ما هو الأفضل لحياتي. وأنا عايز أحط عيني في عينك وفي عين الأخ بلاد.
ايه هو الافضل لحياتي؟ ما هو الافضل؟ ان يعيش المسيح في، ان احيا معه. وجب قابل يهونداب في عدد 15 وراح قال له ايه؟ قال له جمله خطيره، قال له عايز اباركك، فباركه. وبعد كده ساله السؤال الخطير، هل قلبك مستقيم نظير قلبي مع قلبك؟ قال له ايوه ايوه. قال له هات يدك. فانا هسيب الانجازه ده بعد اذنكم وهروح لمستوى تاني اسمه يد العهد. مسكه العهد، شوف ايدي عملت ازاي، مسكه العهد. طب ما احنا قلوبنا مش مستقيمه برضه يا اخي. شكرا. الراجل ده لما جاوب قال له انا قلبي زي قلبك، انت قلبك مستقيم ناحيتي وانا قلبي مستقيم ناحيتك. طب واحنا برضه هنروح فين للرب؟ شكرا. انا قلبي خاطئ مدمر ممزق بس النهارده في سر، لو جاء دم المسيح على قلب ملوث صار القلب مستقيم مع قلب الرب. هذا مفيش قوة تخلي القلب يستقيم إلا دم المسيح لما يغطي. هذه السر هو بقى، دم المسيح لما يجي على القلب الغير مستقيم، لما يجي على القلب الملوث، لما يجي على القلب الملتوى عفوا في حركة إيدي، لما يجي على الكيان المعوج، دم المسيح يصنع مني نموذج للاستقامة، يصنع مني رفعة راسه وقول للرب كده قلبي بيحب قلبك، قلبي عايز يعيش مع قلبك، قلبي عايز صاحب قلبك. تكون النتيجة بقى بص كده، مش بس الأنجشة، لكن هات إيدك في إيدي ونعيش العهد، نعيش العهد. تعرف بقى المستوى الثاني، إن إيد الرب ماسكة إيدينا. السر، جاء دم المسيح على القلب الملوث فصير القلب مستقيم. ساعتها الرب يقول لي أتصالح معك. مفيش قلب هيستقام بأي وسيلة، لا طقوس ولا مذهب ولا طائفة ولا محاولة ولا أعمال ولا صدقات. حالة القلب ما تتغيرش إلا برش دم المسيح. دم المسيح يحول القلب. الاول قبل ما اروح له تشتغل ازاي على قلبك؟ وانت قلت جمله خطيره خضتني. ما احنا قلوبنا متنيله بنيله. ولا انت ما قلتهاش؟ قلت لا انا قلتها. انا قلت انا ما قلت لا قلت علني مش بسر. لا قلوبنا متنيله، احنا خايفين نقول قلوبنا ملوثه. قلوبنا متسخه. قلوبنا مليانه بالعار وملتويه. قلوبنا مليانه بالسواد والاعوجاج والالتواء. طب انا عايز اروح لك. فيقول لي هات القلب ده غطيه بالدم وأعطيك قلبا جديدا. يا ابني أعطني قلبك. هتعمل إيه فيه؟ هديله الاستقامة، هديله كره الماضي، هديله ينفر من الماضي، هديله يخاصم الماضي خصام متين ولا يرجع للوراء. ساعتها يجري الأمر المجال الثاني بعد الأنجاجة بقى أو غير الأنجاجة، يد العهد، عهد المعية، عهد الاستقامة، عهد البركة، عهد ان ايدي في ايده لا اخاف شرا لاني عهدك ويدك معي. العهد اللي يخليني ثابت قوي مقدم دايس مرفوع مكرم، مع ان اليد لا تمسك كتير لكن خلاص اتمسكت بصاحب العهد. مشهد جميل ده. هات يدك هات يدك هات يدك هات يدك. ايه؟ عهد البركة، عهد الاحسان، عهد القوة، عهد الاستقامة. والرب بيقدم لنا تاني مشهد النهاردة، هات يدك هات يدك. يبقى أنجزك مشهد خطير في المعية وإحنا ماشيين مع الرب، لكن إذا كنا عايزين نتكلم على البداية هات إيدك عشان يدور العهد بيني وبينك. هات إيدك هات إيدك. فالأنجزة بص كده، الأنجزة عبارة عن الغلاف اللي هيغلفنا، لكن البداية هات يدك. انا عايز امدي ايدي توصل لايدك. تصور يا اخي باسم اول مره في الحلقه دي ايد القصيره، عايزه كده اقول لك ايه، هات ايدك فاللي عندك يجي لي، دفئك يجي لي. هات يدك هات يدك. لو حد النهارده ايده اتفردت كده وقال للرب اهو، مع ان القلب ملوث، الرب يقول لا تنظر لقلبك، الدم فيه الكفايه. مشهد ياهو مع ياهو نداب، مشهد ياهو مع ياهو نداب، مشهد الرب مع كل خاطي زي يد العهد. يد العهد. يبقى يد العهد دي على حساب دم المسيح، على حساب الدم. ودي البداية، دي البداية. يعني معانا الرخصة، مع
معانا الرخصة، الله ينور، معانا الرخصة، معانا الأمان، خلاص اتفتحت السماء، جاء الرب في حياتي. ما هو الرب جه ودخلنا في العهد. أيوة ودخلنا في العهد، لكن وأنا ماشي في العهد يا أخي أمير بتقابلني صراعات، الجسد بيغلب. أيوة والجسد لما بيغلب الحقيقة هو إيدي ممدودة، لكن أنا اللي إيدي بتتقطع. أيوة من إنها تمسك. أيوة في حلول للأمر ده. شكرا. أنا هروح للمشهد الثالث اللي موجود في نشيد 2، شماله تحت رأسي يمينه تعانقني، شماله تحت رأسي يمينه تعانقني. يعني إيه ده؟ إيه ده؟ نشيد الأنشاد 2 صح 2 بيورينا مشهد جميل بقى. إيه حالتك؟ قالت له في شوك حواليا، في شوك حواليا، في خبط حواليا، في استضعاف حواليا، في رزع حواليا، في ألم حواليا، في سقوط حواليا، في جاذبية بتشدني لتحت. يمينه تعانقني، يمينه تعانقني. يبقى بعيد عن الأنجشة هات يد العهد، بعيد عن يد العهد مشهد ثالث إيه؟ يعانقنا، يعانقنا. أنا والأخ مداد النهاردة جايين عليك، أتكلم بخصوصية؟ أتكلم. ما بالك، أتكلم ما تتخضش يا بابا، وأنت بتعانق أختنا فيبي، وأختنا فيبي بتعانقك. ما هو إحنا واحد، واحد، لأن الرب جمعنا بقينا واحد، ودي رسالة لكل أسرة، هو ومراته واحد، مش هتكتمل. يعني إيه الدفء غير لما يحسوا هما الاثنين ان هما واحد. هللويا. هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ ايوه يعني مش هت يا اخ بس لا العناق ولا الانكاج هتيجي غير لما عارف جلسه التواعد وجلسه العهد تكون عارف صادقه بكل شفافيه اخ باسم في كل كلمه هتتقال وفي كل عهد هيتخذ وفي كل قرار هيقرر. جلسة العهد يعني بيقال كده ان في بعض القبائل انه لما بيجي يعمل العهد خامين كده بيجي رئيس القبيلة دي ورئيس القبيلة دي يبدلوا ثيابهم يا حبيبي. يعني ده رئيس القبيلة ليه ثياب معين وده رئيس القبيلة الثاني ليه ثياب معين، فييجوا قدام الدبيحة اللي بيدبحوها قدام الدم، معرفش كل العهود بتاعة الارض متاخدة من المنهج الاساسي الدم الدم عهد الدم، يدبحوا الدبيحة وبعد الدبيحة يخلعوا ثيابهم يبدلوها لبعضهم وكأنهم بيقولوا كده خلاص انت لبسك لبسي قبيلتك قبيلتي شعبك شعبي زي ما رعوس قالت لنعم. أيوة. ده العهد. أيوة. ده التوافق. هل يسير اثنان معا ان لم يتواعدا؟ أيوة. في ناس تقول كلام كتير اخي باسم لكن القلب زي ما قال اخوك الغالي اخوك ايميل القلب مرات بيبقى رايح الايد ممكن تكتب لكن القلب رايح ناحية اتجاهات تانية وعهود تانية. ده فينا ده فينا. هو القلب إذا ما دخلش في حضن المسيح مش هيل مش هيل. إذا ما تمسكش. إذا هو ما معلش إحنا كنا بنتكلم عن محبة وحب وكنا في بداية الحلقة بنتكلم هو لولا إن الرب سقانا روح واحدة إحنا هنعرف نحب؟ أبدا. الإنسان دايما بيبص على ذاته رغم إن الأيام دي عدو الخير بيظهر حب مش حقيقي وبيتصارعوا بكلمات الكتاب والشيطان بيعرف يخش ياخد كلمات الكتاب ويتكلم عن المحبة، لكن المحبة الحقيقية مش هتيجي غير من عند الرب. وانا في احضر الرب انا مش عارف احب، انا انسان ما اعرفش احب، لكن الرب هو اللي هيملى الحب ده. ففعلا كلنا محتاجين نيجي دايما في محضر الرب نيجي نضفق بالحب. واخوك ايميل بيتكلم عن القلب والتواءات القلب والقلب الخادع والخديع، داود بيقول له قلبا نقيا نخلق فيه. فاحنا محتاجين الحلقه دي احنا والمشاهدين قلوب ان الرب والمرنم قال ترنيمه حلوه اختن قلب العليل اختن قلب العليل. احنا محتاجين في الحلقه دي فعلا في ناس بتشاهدنا محتاجه ان قلوبها تختتن والقلوب تتحول. قد ايه يا اخي ايميل وانت بتتكلم شدني جدا موضوع القلب ده.
والعهد ده ليه ما يتمش في الحلقة دي؟ أيوة. أنا عفوا طبعا بستخدم بكل عفة كلامي. أيوة أنا عارف. مستحيل الأخت فيبي في يوم من الأيام وانت جاي من شغل أو جاي من مجهود وعرقان وهي جاية تعانقك تقول لك ريحتك وحشة. مستحيل طبعا. مستحيل، مع أن ممكن تكون انت فعلا عرقان، لكن عارف العناق لا يضع حساب لحالتي، يضع حساب للمعانق. المعانق ما بيشوفش حالتي، المعانق بيتحرك بقلبه بحبه. فأنا سيد عليا دلوقتي ليه ما يتم الشفاء أسر النهاردة؟ يا رب يا رب، يا رب مدي إيدك، مدي إيدك. أسر خربت، أزواج وزوجات خربوا، وسبب التخريب على فكرة الأساسي غياب الحب اللي يعانق، مش أصل هي وطريقتها وأسلوبها وعنادها وصوتها وعصبيتها، أو هي تقول بسبب بخله وبسبب إهانته، لا، هو غياب المعانقة، غياب المعانقة. أنا بصلي في الحلقة دي مادام وقفنا على المجال الثالث ده، المعانقة، رجع للبيوت المخربة، رجع للبيوت المخربة يا رب، واشهد في الحلقة دي. خد ناس من حالة البخل في الحب والتواء القلب للمعانقة. رجع النهاردة أب يعانق أولاده، رجع النهاردة أولاد يعانقوا أبوهم ومامتهم، رجع لينا النهاردة العناق، التعانق يا رب، التعانق، رجع لينا الحلو في التعانق يا رب. احنا جفينا، وزي ما كنا بنرنم اني انا هجيلك من جفافي يا رب، يا رب يا رب. بصلي في الحلقه دي بكل اخلاص قلبي، البيوت اللي اتمزقت، النفوس اللي اتخربت، الاسر اللي اتبهدلت، من جديد رجع ليها عناق الحب، من جديد فجر مضخه الحب اللي اتعانق يا رب، من جديد نسينا، خلينا ندوس على كرامتنا، ندوس على الماضي، ندوس على البنى، البنى اللي اتبنى فمش قادرين نعلى أسواره، من جديد رجع لينا نعانق بعضنا البعض، نعانق بعضنا البعض يا رب. ادينا في الحلقة دي نشوف أسر الآن، الآن 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 الآن، المعجزة السماوية تتم، المعانقة تتم، الغفران يتم، التنازل يتم، التصالح اللي من كل القلب يتم. وقع لينا الأرصدة الممسوكة، الأرصدة السيئة اللي ماسكها كل طرف على الآخر النهاردة يا رب، يا رب يا رب يسوع، زور زياراتك الجبارة البيوت، زور الأسر، زور بيوت الخدام، زور أولاد الخدام، زور يا رب، رجع لينا المعانقة، رجع لينا المعانقة، رجع لينا القلوب اللي تدوب من المعانقة. ادينا النهاردة يوبيل المعانقة، ادينا النهاردة راحة المعانقة، ادينا النهاردة حرية المعانقة، ادينا النهاردة غفران المعانقة يا رب. فجر النهاردة في رأس العدو صاروخ الحب اللي خلينا نعانق مهما كان حجم الماضي وصوته وإساءاته، مهما كان شر الماضي وخرابه، مهما كان درجة الذل في الماضي في الأسر والأزواج، ارجع النهاردة يا رب، يا رب دوم القلوب بالحب لكي نعانق. مش مستحيل، مش مستحيل، لكن متاح ليك النهاردة تتم المعجزة. البيت اللي ليه 10 15 سنة 20 سنة غاب منه الحب والتعانق، النهاردة ترجع المعانقة بقوة الدم، دم الصليب اللي يحرر النفسيات يا رب، واللي يحرر الأرواح من زغميد الذل والإهانة، من حجارة غياب التكريم باسم المسيح يسوع. نصادق النهاردة يا رب عناق 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 عناق،
أسس تتعارك مع بعضيها، مجامع تتعارك مع بعضيها، زوج وزوجة يتعانقوا مع بعضيهم، أولاد خدام يتعانقوا مع الأب والأم، كنايس تتعانق مع بعضيها، أعضاء يتعانقوا مع بعضيهم. إدي المعانقة النهاردة تكون تحدينا باسم الرب يسوع، نتعانق من جديد مهما كان. يا رب يا رب، زمان زرت مشهد الموت حولته الفرح، زور مشهد العجز عن التعانق وحوله لمعانقة شديدة، يمسك كل طرف في الآخر ولا يتركه ولا يفلته باسم الرب يسوع. آمين 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 آمين. لو أنت حاسس أن الحالة بتاعتك أصعب مما تتخيل وأتقل مما تتوقع أن يكون لها حل، وأخويا الجميل أخويا إميل وأخويا باسم بيحكوا عن العناق النهاردة، النهاردة افتكرت حكاها أحد قدام قدامي، كان بتقول كده أخويا باسم أنه كانت في طفلة في القاعدة مع مامتها في الطيارة، ومع المطبات الهواء معدتها قلبت، فابتدت البنت ترجع وتجيب اللي في بطنها يعني، فجت على هدومها وعلى هدوم الراجل اللي قاعد جنبها الحاجة، وحاجة ريحتها صعبة وشكلها صعب وبهدلت له الدنيا، وجات المضيفة نظفت وطول الرحلة وهو كل ما يبص البنت قرفان من ريحتها وقرفان من المنظر ده اللي حصل يعني، كل ما يبص لها كده يبعد وشه كده، كل ما يبص لها كده يبعد وشه كده. بعد ما نزلوا المطار و جات الناس اللي هم منتظرين المسافرين، فلقي البنت الصغيرة دي جرت بكل قوتها، ولقي واحد واقف بكل حب مسك فتح ايده وحضنها وفضل حضنها كده وهو بريحتها باللي فيها بكل دنيتها، فهو معدي الراجل اللي كان قاعد جنبها في الطيارة وبص كده بيبص بحالة استغراب واستعجاب ان ازاي الراجل ده بيحضن البنت دي بالشكل ده وبطيقها بالريحه دي وبالمنظر ده. فالبنت بصت وفهمت تساؤلاته، قالت له اصل ده بابا. قالت له ده بابا، ده هللويا، يعني الرب قابلنا بتاع ببلانا بكل اللي فينا اخي بس بكل بلانا. ايوه، ودي رساله لكل المشاهد. حلو سيدك، حلو سيدك، صدقني لما تبص عليه النهارده حلو سيدك، يحضنك باللي فيك، يحضنك بتاريخك، يحضنك بماضيك، يحضنك بريحتك، يحضنك بكسرك، يحضنك بعهاتك، يحضنك بلونك، يحضنك بكل ما فيك. سيدك وما فيش زيه، هو فرحك وسط حزانك، لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك. حلو سيدك وما فيش زيه، هو فرحك وسط حزانك، لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك. حلو سيدك لما تلاقي الكل يسيبك في جروحك، يبقى رفيقك هو الباقي، يلمسك ويطيب روحك. حلو سيدك لما تلاقي الكل يسيبك في جروحك، يبقى رفيقك هو الباقي، يلمسك ويطيب روحك. حلو سيدك وما فيش زيه، هو فرحك وسط حزانك، لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك. حلو سيدك وما فيش زيه، هو فرحك
وسط حزانك لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك حلو سيدك لما بيلبس يكبر بحنان كل قصور ومكان ألمك هو بيعرف يحملك زي النسور حلو سيدك لما بيلمس يكبر بحنان كل قصور ومكان ألمك هو بيعرف يحملك زي النسور حلو سيدك وما فيش زيه هو فرحك وسط حزانك لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك حلو سيدك وما فيش زيه هو فرحك وسط حزانك لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك حلو سيدك يشفي داءك لما دوى الأطب يخيب يحيي رجاءك يبقى شفاءك وألامك في إيديه تطيب حلو سيدك وما فيش زيه هو فرحك وسط حزانك لما تمشي في رحاب ضيوم يبقى زمن الحب زمانك هللويا حلو السيد وحلو المسيره معاه وحلو الحديث عنه وحلو في كل حاجه بس في وقت انت عارف عدو الخير يفضل بيحارب ويفضل قاعد هايج مهيج الدنيا من كل جهة ويعني بتذكر واحد زي داود لما كوشي البنيامين مخوفه وقعد بيقول له خلصني بيقول الرب خلصني طب في واحد كده بيمر بالأيام دي طبعا أنا أروح للمشهد الجميل اللي موجود في متى 14 وكده احنا بنقول مع المشاهدين كل مشهد مشهد المعانقة ده مشهد دايم بدايته يد العهد يد العهد يد العهد ده رقم واحد رقم اتنين يد المعانقة للي مشوك هنروح للمشهد الثالث وده خطير في متى 14 مشهد غريق البحر او غريق البحور اللي لما بص للمية كاد يغرق صرخ مد الرب ليه كل العظمة يهدوه وأمسكوا دي يد النجاة من البحور يد النجاة من العصف يد النجاة من الخط لما تتقفل كل حاجة طبعا. قدامي ولما يجي الموج يخبط في الظهر ويلسع ناس متلسوعة النهاردة متلسوعين كتار مش هتنفع معهم إلا يد النجاة السريعة الماهرة السريعة الماهرة وسريعة يعني بسرعة وماهرة يعني جيدة الإنقاذ هي دي يد الرب تسرع وتمهر ماهرة أنا شايف يد الرب النهاردة في المشهد الثالث لغارق البحر تسرع بمهارة وتطلع وتحترم الصراخ وتنقذ بطرس طلع من المية أنا بطمن الناس النهاردة بطرس الغرقان طلع من المية الغرقان طالع النهاردة يعني في ناس غرقانة هتطلع؟ أكيد يا خباز الغرقان طالع النهاردة صرخة منك سرعة منه صرخة منك مهارة إيده تطلعك مهارة إيده تطلعك الغرقان دلوقتي معلوش حاجة غير إنه يصرخ؟ يصرخ يعمل إيه؟ يصرخ يقول له إيه؟ يقول له انقذني انقذني يا رب من ما عنديش حاجة تانية اقولها له انقذني لان وصلت للاخر ديون بتلسوع تهديدات بتلسوع
قضايا بتلسوع، ناس واقفة على الباب بتلسوع، مؤامرات بتلسوع، خلاص هتعمل ايه تاني؟ بحاول مش نافع، المية مطوقاني، فأنا مش كنت أغرق، أنا بغرق يا رب، لكن صرخة للغريق النهاردة ربنا يسلم، صرخة للغريق، صرخة للغريق يا أخي باسم. جاء وقت الغريق يصرخ، جاء وقت السيد يسرع بيده وبمهارة الحب يطلع. أمين 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 يا رب، يقوم ناس من بحر الغرق. أمين أمين. يبقى احنا اتكلمنا عن العهد، يد العهد، يد العهد الأول. أيوة، ولازم الأول يمسك بإيد العهد. أيوة، ونمسك بيها، وبعد كده يد المعانقة، المعانقة. أيوة، وبعد كده الإيد التالتة، يد النجاة للغريب تغرق. نفسي أخد يد كمان، ممكن؟ أنا معاك، يد تكسر يا عم. أنت بعد ما نتكلم عن الحب، شفت، ونتكلم عن شفت الحنان، وتتكلم عن يد تكسر، يد تكسر، يد تواجه فتكسر الإناء، لأن راضي بزغنيده، راضي بالشروخ اللي فيه، بس الكبير مش راضي. هتعمل ايه يا رب؟ في أرمية 18 يكسر الإناء عشان يعيد تشكيله ثاني، يكسره بإيده، يكسره بإيده. شوف انا بقولك يكسره بإيده. ده الواحد مؤمن يا خميل. ايوه، واحد ماشي مع حبيبه وملتصق بحبيبه. اتكلم لي انا عشان ما حدش يزعل. أيوة. لا 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 لا. أيوة. واحد مؤمن. ايوه، ماشي معاه الرب. ايوه، وماشيين مع بعض. ايوه، ويكسره. ايوه، طب ما هو برضه الحبيب كده خلبي، ما فيش حل للإناء لأنه تشرخ، ما فيش حل للإناء لأنه ابتدت في زغاميد مش نافعة، شكل الإناء بقى شكله سيء. نكمل ازاي الإناء ده؟ لو بعين الطين صاحبه راضي، لكن بعين الفخاري رافض ان يكمل الإناء كده، رافض. النهاردة عندنا بص كده واقفة بلقطة، عينك عينك تراني فمش راضي، أرى نفسي أنا فراضي، أقول اللفظ الصعب، فمتسيب، سيب على النفس، متسيب، بس الإناء اتشرخ كتير، يعني الإناء رفض فقط شكله، شكله بقى مش حلو، صوت على المنبر، صوت على المنبر يا أخي بس، صورة، منظر بس، الإناء اتشرخ. سيبنا أقول الكلمة دي، الشريخات بانت والشروخ بانت. آخ يا ربي، الشريخات الرفيعة بص كده تنميلة بانت، والفتحات الشروخ الكبيرة بانت. طب أنا إزاي مش شايف نفسي؟ عين الفخاري النهاردة تقول لي اسمح لي أكسرك، تكسرني، ما دي الكسرة اللي تعيد وعاء حسن في عيني الفخاري أن يصاب. يا رب أقول له أنا يا أخي أمير اكسرني، أقول له أنا اكسرني وعيد تشكيلي من جديد، أروع ما في الحلقة المشهد. فكرة اكسرني، أقول له أنا اكسرني، اكسرني لأن مش قادر أكمل كده. اكسرني يا رب، مش نافع، وعيد تشكيلني، تشكيلي من جديد، تعبت من منظر خارجي باين كويس، ومنظر داخلي بتشرخ. أي النهاردة أنا عايز آخر يد هناخدها النهاردة، يد التشكيل اللي يا تكسر يا رب علشان تصنع. بس الوقت صعب يا أخي أمين، سيبنا أقولها بس، كسر الوعاء. كسر الوعاء، عارف كسر الوعاء ليه؟ لأنه شروخه زادت. إيه المشكلة النهاردة أن أنا أخد وقت كده، بص وقت مع الرب وسيبني كسر عادات تحط الطمع، استباحة، تجارة بالخدمة. اسمعني في الألفاظ اللي أقولها دي، تجارة بالخدمة، معقولة؟ تجارة بأسرار الناس، تجارة بالأعراض، استغلال، مؤمن يستغل، خادم يستغل، ده مش عايز كسر الإناء؟ أنا راضي ضميرك، ده مش عايز كسر الإناء، ده محتاج، لازم الإناء يتكسر. ويا بخت اللي يقول للرب اكسرني لأني أنا تحولت لكيان بيستغل. موافقني يا أخي بلاد؟ موافق.
كيان متشرخ، كيان تعيس، كيان بيتقبص، كيان بينزوي، كيان بيكتئب، وكل ما صلي مش عايز اكتئب تاني يا رب، الاقي نفسي برجع اكتئب، مش هعمل كده تاني يا رب، برجع اعمل كده، مش هستغل تاني يا رب. لا ده في مؤمنين النهارده عايزين كسرهم لان كدابين ولاد كدابين. بس يا اخي مين؟ طب اسمعني في اللفظ ده. اي في مؤمنين كتير بيكذبوا. انا مش عارف احط اللفظ ده، سمة الايام دي ان في مؤمنين بيكذبوا. صدقني كتير مؤمنين بيكذبوا. مش حاسس لان عين الطين راضيه بالطين، لكن عين الفخاري تقول لي لا، اكسرك عشان تعيش الصدق. مش هتعدي. عشان تراعي الامانه في القول، عشان تراعي الامانه في اللفظ، عشان تراعي الامانه في المشهد. بس هو انت بتقول مؤمن، احنا هنيجي بقى تاني. انت تقول مؤمن ومستخدم وبتاع. انا ما قلتش مستخدم. لا مؤمن بيطلع على المنبر. انا جبت مش مستخدم بيطلع على المنبر ويتكلم ويرن. انا جبت سيرك مستخدم. لا مش مستخدم، بس هو بيطلع، العاده تعود عليها بيطلع. اه لكن هو ما بيطلعهوش، هو بيطلع من نفسه. الناس بتطلعه لان اخي باسم مرات عارف انت عنده شو ها، عنده شوق وجذب، وكمان عارف حتة لما الحالة تبقى ضنك فهي مش مميزة الحالة، فالترتيب مش بحسب الروح، مش بحسب الروح، هو حسب الأجندة، مين يجي ومين يروح ومين يخش ورا التاني ومين يجي ومين يعدي ومين يجي. كلام ده استصعب اللي بعد ما يتحط في الهالة دي يرجع يقول للرب كسرني، مش قادر يتنازل، اختبئ يا إلي يا رب ده انا زعيم. ايوه يعني برضو موقف إلي ده عمل حاجه استخبى، انا مش عارف، وخف النزاب استخبى. في اوامر النهارده ان في مؤمنين لازم يستخبوا عشان تكسرهم الايد اللي هتصنعهم من جديد اروع. مش عارف يا كميل، انا حاسس ان النقطه دي بالذات الرب رايد بيها حاجة، الرب رايد بيها حاجة لمؤمنين خدام ومرنمين. كلمنا أنا، قول للرب رايد لك أنت. لا مرنمين وقادة. أيوة وقادة في اجتماعات يا رب، يعني ممكن ما بيطلعوش فنابر لكن قادة في اجتماعات الرب عايز. تخيل أنا أقرأ كلام حضرتك وأخوان. تخيل لما تبقى في قرية وتخاف الستات أو البنات تحكي لراعيها، ليه ما بتحكوش؟ أصله ما بيحفظ في السر، أصله بيستغل ظروفنا، أصله ممكن يمسك علي الغلط، أصله ممكن يهددني، أصله ممكن. ده مين اللي انت بتتكلمي عنه؟ ده رسول الرب على الأرض. بس دي سمات شيطانية اللي تحكي لها أنت دي. طبعا دي سمات شيطانية. ده يكسره الرب، الخادم ده يكسره ويقبل تكسيره عشان تصاغ من جديد، لأن لا كاريزمتك نافعة ولا شطرتك نافعة ولا بص منهجك نافع ولا تدرجك نافع ولا ان انت مسؤول ولا ان انت رئيس ولا ان انت هالة ولا ان انت حاجة. اتكسر علشان الرب يصيغك تشتغل عنده يا رب. ما تشغلش بقى. اتخيل انا الترنيمة اللي بكتني حلو سيدك، عارف بكت ليه؟ انا قلت في ضميري بس اقولها في الحلقة، قلت له انت حلو بس انا مش زيك، زي ما بشهد عنك واقول حلو سيدي، نفسي اشهد عن ضميري من جوه ان انا حلو زيك يا رب، ونفسي يتشهد عني يا رب ان انا في حياتي وخدمتي وسلوكي وعيني وفمي وودني حواسي حلو زيك، حلو زيك. بس انا وانا بقول حلو انت حلو، عايز اتعدي من حلاوتك يا رب يعدينا، عايز حلاوتك تيجي على شخصيتك. رب يكسر فانا اوانينا. قبل ما نقول النقطه دي قلت له اعمل معروف، كسر فيا واكسر فيا يا رب، اكسر فيا. منحني النهارده يا رب، منحني لقاء أمين. الكسر امين، اللي الكلمه تبان صعب، امنحني لقاء الكسر امين امين يا رب، يا رب امنحني لقاء الكسر يا رب، اعمل معروف اللي هو في الحل، اعمل معروف وفي التغيير وفي التشكيل وفي فعاد وصنع وعاءً كما حسن في عيني الفخاري. أنا لأول مرة قلما أطلب من أخونا ملاد
انا عارف انه مشغول بترنيمه ثانيه وهيرنمها بس انا عايز مره ثانيه حلو سيدك. امين واقول له كده انا عايز انفر من غياب حلاوتي، لا من غياب حالتي، لان انا مش حلو زيك. بس النهارده وقفني قدام عيوبي عشان اكون حلو زيك. يا رب. اخويا اميل انا الوقت خلاص دهمنا، انا عارف، واخوك ميلاد هيقودنا في وقت تسبيح، لكن الحقيقه مشغوليه بقصه الوعاء المكسور. أيوة. ان الرب يكسرنا من جديد. أيوة. والحقيقه مش صدفه حبيبي انك انت جدولك مليان، ولا في الترانيم ولا في الخدمه، لكن ده الرب قصده ان يكلمك النهارده عشان تقول له عيد تشكيلي. هتعود بصمر للرب وهتفرح، هتتشال الكآبة منك وهتتشال الحزن، وهتحس ان الخدمه خفيفه مش رايح تقل، لكن هتحس انك انت مرفوع بذراع الرب. فبشكر رب لاجل اخويا اميل، بشكر رب لاجل استخدامه، بشكر لاجل حلقه مميزه يعود فيها الرب ويصنع اوعيتنا من جديد بحسب قلبه. بشكر اخويا ميلاد وبنطلقه بقوه في رحلاته اللي الرب هيقوده فيها، وعلى رجاء انت انا الرب في مجيء ننتظركم في يعود فيحينا كل اثنين من 5 لـ7 عن جمعية خلاص النفوس بني سويف على الكرمة، وصفحة جديدة كل 3 من 6 لـ8 من جمعية بني سويف على الكرمة. بشكر الرب لأجل الجمعية ولأجل الكرمة. واخونا ميلاد اشكرك جدا، وعايزك تقودنا في وقت تسبيح لأن حلقة مميزة للرب فيها. شكرا ليك، شكرا ميل بحبتك، شكرا ليك. حلو سيدك وما فيش زيه، هو فرحك وسط حزانك، لما تمشي فرحة بضيوم يبقى زمن الحب زمانك. حلو سيدك وما فيش زيوم، هو فرحك وسط حزانك، لما تمشي فرحة بضيوم يبقى زمن الحب زمانك. مسيحي حلو وبيضحك، مكانه جوه العين والقلب. مسيحي حلو وبيضحك، مكانه جوه العين والقلب. تمشي له خطوة يمشي سنين، ويحفظك في نين العين. تمشي له خطوة يمشي اتنين، ويحفظك في نين العين. من غير ما تتعب وتدور، تعال خد قلبي منور. من غير ما تتعب وتدور، تعال خد قلبي منور. ما فيش غيره هو النور، يملى القلب فرح وسرور. ما فيش غيره هو النور، يملى القلب فرح وسرور. مسيحي حلو وبيضحك، مكانه جوه العين والقلب. مسيحي حلو وبيضحك، مكانه جوه العين والقلب. تمشي له خطوة يمشي اتنين، ويحفظك في نين العين. تمشي له خطوة يمشي اتنين، ويحفظك في نين العين. مشالي من السماء للأرض بحب مالوش طول ولا عار. مشالي من السماء للأرض بحب مالوش طول ولا عار. وأخلى نفسه رب المجد، ورضي ياخد صورة العبد.
وأخلى نفسه رب المجد ويرد ياخد صورة العبد مسيحي حلو وبيتحب مكانه جوه العين والقلب مسيحي حلو وبيتحب مكانه جوه العين والقلب تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك فيه.